فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل طلق زوجته وعنده أولاد منها، وزوجته قررت أن تعود إلى بلدها الأصلي وهو بلد كافر. سؤاله يقول: إنها اشترطت عليه أن تعود بأولاده معها، فهل هذا من حقها؟ هذه خصومة يرجع بها إلى القاضي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.